صباح الخير يا ناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومرحبا باللي عاد دخلت عندي جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحة، بصحة جيدة إن شاء الله، وبداك الشيء اللي تمنيتو إن شاء الله يعني يتحقق لكم. المهم أخواتي، اليوم الموضوع اللي غنهضر فيه اليوم، شحال من مره كتكون عندنا شي احلام وتنبغيوها تحقق لينا. مثلا عندي واحد الامنيه وبغيتها تحقق ليا، والامنيه اللي عندي انا وهي يخرج ولدي من الحبس، هادشي اللي بغيت انا. المهم اخواتي، كل وحده كتكون عندها امنيه وكتبغي ديك الامنيه تحقق ليها، وكون كتصيب ديال المستحيل باش ديك الامنيه ديالها تحقق ليها. المهم اخواتي، هنا كيفاش غادي ندير ديك الامنيه باش تحقق ليا؟ اشنو غادي ندير ديك الامنيه باش غادي تحقق ليا؟ المهم اخواتي، غادي نعني بالقران الكريم ان شاء الله، بها باش غادي ان شاء الله غادي ندير واحد الطريقه ان شاء الله، وغادي سيدي ربي يحقق ليا ديك الامنيه ان شاء الله بحول الله. المهم اخواتي، انا غنوريكم طريقه كيفاش غادي ديروا ليها، وان شاء الله ديك الامنيه ان شاء الله راه غادي تحقق بجهد الله. المهم اخواتي، كنعرفوا القران الكريم يعني راه فيه في الحقيقه جميع الحلول وجميع المشاكل كلها كتحل بالقران الكريم، وجميع الامراض وجميع الهم وكل شيء يعني بالقران الكريم. يعني القران الكريم راه فيه في الحقيقه راه صيدليه ربانيه، يعني راه بالقران الكريم يعني اي حاجه نقدروا نديروها بالقران الكريم، اي حاجه نقدروا نفكوها بالقران الكريم، اي مشكله نقدروا نفكوها بالقران الكريم. المهم اخواتي، هاد الطريقه كيفاش غادي ديروا ليها ان شاء الله بحول الله باش يعني تحقق لكم ديك الامنيه. هنا غادي تاخذي القران، وهذا القران غتاخذي القران وغادي تمشي لواحد جوج سورات اللي هما يا سورتين، اللي هما يا غير يعني غير قصارين ماشي طوالين، جوج ديال السورات اللي كاينين هما اللي كاينين. هنا كيفاش غادي ندير نقرا دوك السوار، اشنو هما هاد السوار اللي انا كاينين عندي، وكيفاش غادي ندير الطريقه ديالهم. عندي هنايا سوره الضحى وسوره الشرح، راه جايه وحده تحت وحده، سوره الضحى وسوره الشرح. هنا كيفاش غادي ندير نقراهم؟ اولا ديما كيخصني نكون على وضوء، كيف ما انا كنقول لكم ديما خصني نكون على وضوء، نكون على وضوء النيت، نكون على وضوء، نكون مضيه، نكون طاهره، نكون في واحد البلاصه نقيه، لانني ديك الساعه انا ديك الساعه انا مني الله سبحانه وتعالى. صافي غادي نجلس في واحد البلاصه طاهره اللي هي كتصليو فيها، البلاصه اللي كتصليو فيها هي اللي كتكون طاهره. راه بطبيعه الحال كتشوف واحد البلاصه اللي كتكون يعني كتكون بحال هكايا، يعني ما تيتمشاو فيها ما حتى شي حاجه، وكتكون هكايا موقره، وتما فين كتصلي، وتما فين كدير الاذكار، وتما فين كتلاقي مع الله سبحانه وتعالى. هذيك البلاصه المهم غادي نكون انا موضيه وكل شيء صافي، طاهره وكل شيء، ملابس ديالي طاهره وكل شيء، وديك الامنيه راه عندي في الراس ديالي، وخص لي يكون اليقين، وتكون عندي النيه بان ديك الحاجه راه غادي نديرها، وغادي غادي 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 نمشي للقران الكريم، وغادي ندير هذيك الحاجه ان شاء الله، وغادي سيدي ربي ان شاء الله غادي يستجب ليا. المهم تيخصني اليقين وتيخصني النيه باش غادي ندير هذيك الحاجه. صافي غادي نجلس، المهم غادي نمشي، غادي نصلي واحد الركعات، جوج ركعات غادي نصليهم، نستغفر شويه ونصلي عندي شويه، هي هذيك. غادي نجلس غادي نشد القران الكريم، كيفاش غنقرا انا هذوك الايات بجوج؟ بحال دابا مثلا غنقراهم بالاسم بعدد الاحرف اللي في الاسم ديالي. بحال دابا انا سميتني ليلى، واخا شحال عندي اربعه ديال الحروف، اللام والياء واللام والالف مقصوره، ليلى هكا ليلى. بحال دابا مثلا كتكوني بحال دابا انتيا مثلا سميتك، بحال دابا مثلا سميتك ليلى، بحال دابا انا شنو كيعيطوا عليا مالي الدار؟ تيعيطوا عليا الملويه، يعني من الصغر كيعيطوا عليا الملويه، وبقات ديك بقات هكاك دابا فاش يجيو تيعيطوا عليا الملويه بحال هكا، يعني كيضحكوا بقات ديك الاسم كيقولوها ليا الملويه. حيت انا فاش كنت صغيره كنت انا ملوكه، وكنت نطيح كنبقى هكايا شويه كنتلوى وكنطيح، ولاو تيعيطوا عليا الملويه، بقات فيا بحال هكايا ديك الملويه كيعيطوا عليا.
يعني دابا حتى الاسم اللي كتكون يعني تيقولوه ليك راه هو اللي كديري في سميتو، هو اللي كديري، هو اللي كتبقاي تحسبيه، لان هو اللي تيذكرو. اما انا دابا تيقولوها ليا مال الدار، الناس اللي برا ما كيقولوهاش ليا، لان داكشي انا كيوقع ليا تما كانوا تيقولوها ليا من صغري، كانوا كيقولوها ليا وتعودت عليها. كيعيطوا للمنويه كنقول نعم والله العظيم. المهم غادي تقريها بعدد الاحرف اللي عندك، بحال دابا مثلا سميتك سعيده، بحال دابا واحد صاحبتي سميتها في 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 الحاله المدنيه سميتها رجاء، ولكن هي كيعيطوا عليها سعاد، ولحد الان سعاد يعني ما معروفاش، ديك رجاء كاع ما معروفه شي. بحال دابا هي ديك رجاء ما غاديش تقرا بسميتو، ما تقراش بها، غتقرا بسميت سعاد. صافي هادشي اللي كاين، يعني حتى بدوك الاسم اللي كيكونوا ملقبين عليك هو اللي غادي تقراي بالاحرف ديالو. اولا الا كان الاسم ديالك يعني ما ملقبين عليك حتى شي حاجه، هو باش غادي تقراي، غتقراي سميتو. بحال دابا انا عندي 4 ديال الاحرف، غادي نقرا سورة الضحى 4 المرات وسورة الشرح 4 ديال المرات، حيت انا ندير 4 ديال الاحرف. صافي غادي نقراهم 4 ديال المرات وغادي نقراهم 4 ديال المرات. صافي هنا انا قريتهم، غنسد القران وغادي نحطو ونوض ونقضي شغالي، او لا ندير شي حاجه اللي يعني بحال دابا مثلا غندير شي حاجه في الدار وداكشي. المهم غادي نوض، غادي نتدها واحد الساعه او لا ساعتين غنتدها، ومن بعد منها شنو غادي ندير؟ من بعد منها غادي نرجع وغادي نمشي للقران، غنمشي للقران وغادي نحلو باش نعرف هذيك الامنيه ديالتي وقتاش غادي تحقق ليا. هذيك الامنيه انا اللي قلت وقتاش غادي تحقق ليا. غادي نهز القران، بحال دابا انا هزيت القران، هو هذا. بحال دابا مثلا انا هزيتو، بحال دابا مثلا انا هزيتو وانا حليتو درت هكا هنا هاد الصوره، هاد الصوره ما كايناش بسم الله الرحمن الرحيم، ما كايناش هنا، واخا حليتو ما كايناش. اذا وقتاش غادي يعني بحال دابا مثلا وقتاش غادي تحقق لي هاد الامنيه؟ غتحقق لي جوي ديك العشر ايام، حيت هنا ما كايناش بسم الله الرحمن الرحيم، هنا جوي ديك العشر ايام عاد غادي تحقق لي الامنيه ديالتي هكايا. اذا نتسنى بحال دابا مثلا عاوتاني هكا. دابا انا صافي انا حليت ما لقيتش بسم الله الرحمن الرحيم، ما كايناش لقينا ايه، وكاينه الصوره وكاينه الصوره، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ما كايناش. انا نخليها 10 ايام عاد تحقق لي ديك الامنيه. واخا درت هكا يا مثلا بلاتي درت هكا يا بلاتي هنا درت هكا بحال هكا. انا لقيت هنايا هنا لقيت بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لقيتها بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غنعرف بان ديك الامنيه غتحقق ليا على 3 ايام. هنا كاينه في الوسط، ها هي بسم الله الرحمن الرحيم، ها هي بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غنعرف هذه الامنيه غادي تحقق ليا على 3 ايام، جات في النص، غتحقق ليا على 3 ايام. هنا غنتسنى ديك الامنيه راه ان شاء الله على 3 ايام. غنعاود ندير بحال هكايا، انا دابا غير كنفسر ليكم. انا درت هكا بحال دابا مثلا بلاتي بحال دابا مثلا انا غنوريكم. سبحان الله العظيم، انا كنحل كنلقى ما كاينش هذا. اذا الامنيه ديالتي انا غتحقق لي على 10 ايام مثلا درت هكايا، سبحان الله العظيم لقيت بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف هذيك الامنيه باللي غتحقق لي في الحين. انا درت هكا حليت لقيت بسم الله الرحمن الرحيم، اذا هنا غادي نعرف بان سبحان الله العظيم غتحقق لي في الحين، حيت كاينه هنا في الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انتم شوفوا سبحان الله العظيم جاتني الواقعه هنايا، وانا اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله العلي العظيم، هذه الواقعه انا كنقراها ديما، كنقرا هذه الواقعه، اقسم لكم بالله ملي كنشد القران وتنحلو كنجي في 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 سوره الواقعه، وتنقراها بلا ما كنبقى عاد ندور هكا يا الصور، اقسم لكم بالله. عاوتاني نوض مثلا هكا، عاوتاني لا غدي، عاوتاني بغيت نقراها نحل، كنحلها في 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 سوره الواقعه، اقسم لكم بالله ديما كنحل كنلقاها في سوره الواقعه، اولا كنحل هكا بعد مره كنلقاها في سوره ياسين. انا كنقرا الواقعه والواقعه والرحمن وياسين، هذه يوميا كنقراها، وبعد مره كنقراها بالصبح وكنقراها حتى في العشيه، هذه يعني يوميا كنديرها سبحان الله العظيم. اذا دابا انا فسرت لكم. صافي دابا درتي هكايا، لقيتيها في الاول،
عارفه الامنيه ديالك غادي تحقق لك، ما غتفوتش لك بزاف، غادي تحقق لك. ركزيها في الوسط، عارفه راه غتحقق لك من بعد 3 ايام، ما لقيتي شي كاع بسم الله الرحمن الرحيم كاع، عارفه راه غتحقق لك من بعد 10 ايام. صافي هذا هو يا الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. صافي وهذا هو يعني الطريقه كيفاش غادي ديري ليها باش تعرفي ديك الامنيه ديالك راه ان شاء الله غادي تحقق لك. يعني بهذه الطريقه اللي قلت لكم انا، صوره الضحى وصوره الشرح، هادو جوج ديال الصور، كاين الصور غير قلالين. صافي شوفي الرقم ديال الاسم ديالك كيف ما قلت لكم انا وقريها. صافي سميتني عاوتاني مثلا، المهم الا كان شي اسم كثير عاوتاني كنشوف العدد ديال الاحرف وكنقرا بهم هذيك الصوره وهذيك الصوره. صافي من بعد هادشي اللي كاين وكنسد القران وكنوض عاوتاني فاش نرجع ثاني نحلو ونشوفها وقتاش غادي تصدق ليا. اذا انا قلتها لكم دابا وعاودتها لكم يعني باش ما تبقاو تقولوا ليا راه احنا ما فهمناش. انا دابا فهمت لكم كيفاش الطريقه غادي ديروا ليها ان شاء الله بحول الله، وتكونوا طاهرين وتكونوا بوضوء وتكونوا يعني في واحد البلاصه اللي تكون مقرمه ما يكون فيها لا صداع ولا حتى شي حاجه، وندير هذه الطريقه ديالتي. وقت ما بغيت نديرها نديرها، يا في الصباح يا في العشيه ما عنديش مشكله نديرها. صافي وان شاء الله الرحمن الرحيم راه الامنيه ديالكم غادي تتحقق ان شاء الله بحول الله، ومع اليقين ومع اليقين ومع النيه. الا ما كانش النيه راه حتى شي حاجه من ديالك ما غتقدر. انت كتقراي هذاك الشيء وداك، انت كتقراي القران وفي بالك ديك الامنيه اللي باغيه تحقق ليك، في بالك ديك الامنيه اللي باغا تحقق ليك. ومن بعد الا بغيتي تقول شي دعاء ماشي مشكل، صافي بداك الشيء اللي عندك يعني بديك الامنيه ديالتكم تحقق ليكم. صافي هذا الشيء اللي كاين بحال دابا الامنيه ديالتي انه ودي يخرج ان شاء الله من الحبس. صافي غادي نقرا، يا ربي تفرج عليه، يا ربي تنصرو على الحق، يا ربي يعني يا ربي ان شاء الله ما يبقاش مسجون، يا ربي ان شاء الله تفك الكرب ديالو الكرب ديالي. صافي هذا الشيء اللي غادي نبقى انا نقول، هذا الشيء اللي غادي نبقى نقول. كنتمنى اخواتي نكون وصلت لكم رساله على يعني على اتم 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 يعني نكون يعني داكشي اللي الطريقه وكيفاش غديروها ليها، وان شاء الله يعني تكون على اتم وضوح. وكنتمنى ان شاء الله يعني باش ديروها ان شاء الله وداكشي اللي في قلبكم راه هو اللي غادي يتحقق لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى اخواتي باش ديروا لي لايك، انا كنخليها حتى الاخر وكنقولها ديروا لي لايك ان شاء الله. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.